أستاذ عزيز، انطباعك عن الساعات الخمسة أو الستة الأولى من هذه الانتخابات؟ الحقيقة أنا بشارك أستاذ عصام في كل الملاحظات اللي قالها. فعلا الصورة معبرة جدا جدا من حيث الحشود أو إقبال المواطنين، وأنا هنا أتكلم على المواطنات. المواطنات وإحنا شفنا بهذه يعني الكثافة مشهد في الشديدة، الإسكندرية مع زميلتنا رضوى رحيم. والحقيقة أنا شفتها رؤية عين. أنا جاية دلوقتي بس من منطقة الأسمرات، وقبلها كنت في منطقة مدينة نصر، وعندي باعتباري أنا مسؤول متابعة ميدانية في غرفة العمليات، فأنا عندي طول الوقت يعني اللي رصدته الغرفة. الحقيقة عايزة أول حاجة اللي رصدته إنه ما كانش فيه توابير كبيرة، لأنه كان فيه سهولة كبيرة جدا جدا فيما يتعلق بالإجراءات. الناس بتصوت بسهولة، بتصوت بسرعة، ولكن الحشود بتبقى بعد التصويت، لان الناس بترفض ان هي تغادر اللجنه، بيبقوا واقفين. وشفنا بعض المراكز داخل المحافظات مثلا انه بعض الناس بداوا يقولوا لا، احنا المركز بتاعنا كان نسبه التصويت اعلى من المركز الثاني، ويبقى فيها نوع من المنافسه. في عندي ملاحظه كبيره جدا، السيدات المصريات الوطنيات في مدينه العريش وهم مستنيين فتح باب اللجنه، وقاعدين على الأرض منتظرين فتح باب اللجنة رغم كل ما تمر به مدينة العريش والأوضاع الأمنية المعروفة. أيضا عندي مشاهدة كبيرة جدا للسيدات من منطقتي حلايب وشلاتين، ومش بس حلايب وشلاتين، في أيضا في حدربة وأبو رماد. دول مدينتين يعتبروا من عندهم كثافة نسبية من عدد السكان، في سيدات كتير نزلوا هناك. عندي أيضا ملاحظة أنه بعض كمان برا اللجان في كتير من المحافظات إن كان في تعاضد ما بين الناس. يعني النهاردة الحقيقة إحنا عندنا درجة الحرارة عالية لحد ما، فبدأنا نشوف ناس بتروح تجيب مية وتسقي، يجيبوا مأكولات خفيفة ويعرضوها على الناس. كان في تعاضد ما بين الناخبين وبعض. وأنا بس عايزة أقول أنه صحيح أنه في مشاركات لسه قدام، يعني احنا النهارده لسه في نص اليوم او عد على الاقل من المبكر الثلثين الاولانيين، يعني فاحنا يعني نتكلم على النسب، ولكن انا اقدر يعني ارصد هنا انه في مشاركه من الفتيات المصريات، الشابات المصريات، في مشاركه كبيره. بعضهم جاي وفاهم انه هو دوره مهم جدا عشان انه هذه البلد تستحق هذا الصوت.